انزين يقولك كل ما يبون طاري التجميل تردين بهالصورة انتي. خلينا نشوف الصورة مع بعض. هذا لا يكون انتي، مو انتي مستحيل. هذه انا. ليش تردين بهالصورة؟ ليش ارد؟ ايه يعني ليش ردك هذه الصورة؟ انك انتي مو مسوية؟ ان تثبتي ان الجمال الطبيعي. لا انا شكلي كذي من عمري. اي نعم. إيه نعم. فهذا ردك عليه. لأن أنا ما أيد التجميل اللي الحين وارد، والشفايف اللي كنهم ربلات، والخشم اللي صار كنها نقطة. يعني حلو الطبيعة وحلو تتكلمين طبيعتك وحلو ويك تجملين، لكن ما تجكرين. صح. يعني انت ضد التجميل. فانا اي طبعا، اي طبعا الزايد ده طبعا الحين مو بس التجميل، العالم الحين كلها عرفت. يعني اول نقول احنا الحريم والريايل قاموا يعرفون منو اللي مسويه تجميل. صح. وجكرها وبشعها ويشمئزون، هم ما يستانسون ترى على فكره. يعني شيء ما يسعدهم لما يشوفون مثلا شفايف وايد كبيره، الخشم نقطه، يعني هذا شيء ما يونسهم. او الوي كله ما في ملامح، لا سواده تحت العين، لا طعجه، لا شيء. يعني هذا عند الصوره بعد علق عليها فريده ونرجع. باسمه حماده. باسمه حماده. اي نعم. هذه صوت باسمه. صح. ويانا والله على طول، هم بعد بالمهرجانات. هذه من الشيخ انتصار لمحمد الصباح، اشكرها، ما اعطيتش الدرع، اشكرها على الكلام الطيب اللي قالته. أيه. دكتور علي الحفني اللي درسني هنا الله يرحمه، كان من الفرقه اللي بالكويت طبعا، باذاعه الكويت. الله يطلع عليه الشيخ دعيج الخليفه، كان تكريمه لي. صوره صوره انا منوره وجميله من عمرك. الله يسلمك يا عمري، مشكوره. من الاخ